الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الإمام إبراهيم الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع للقاضي أبي شجاع، متن الغاية والتقريب في فقه الشافعي رحمهم الله تعالى جميعا ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ونحن اليوم في القسم الرابع من أقسام المياه. المياه تنقسم إلى أربعة أقسام: قسم طاهر مطهر غير مكروه الاستعمال، انتهينا منه، وقسم طاهر مطهر مكروه الاستعمال تكلمنا عنه، وقسم طاهر غير مطهر وهو أنواع، وهو ماء اختلط بغيره من الطاهرات فتغيرت صفة من صفاته أو الماء المستعمل. ثم بعد ذلك القسم الرابع وهو الماء الذي اختلط بنجاسة، ده القسم الرابع، إيه حكمه؟ والقسم ده ينقسم إلى نوعين أو قسمين، وممكن نقسم المية بطريقة ثانية للي ما حضرش. ممكن نقول ان المياه تنقسم، اصل التقسيمات بقى طالما انت فهمت اقعد قسم زي ما انت عايز بقى. طالما فهمت ممكن تقول ان في مياه يجوز يصلح للعاده والعباده، ماء يصلح للعاده والعباده، العاده يعني الشرب والطبيخ والاكل وسائر الاستعمالات دي العاده، والعباده يعني الغسل والوضوء وازاله النجاسه، دي اسمها العباده، للغسل والوضوء وازاله النجاسه. يبقى في ماء يصلح للاثنين، العادة والعبادة، زي ماء النهر والمطر، الماء العذب يصلح للعادة والعبادة وهو ماء مطلق، سهلة دي. في نوع تاني يصلح للعبادة ولا يصلح للعادة، يعني ينفع تتوضى منه وتغتسل منه وتغسل ثوبك من النجاسة به، لكن ما ينفعش تستعمله في الشرب، زي ماء البحر. حد ياخد مية البحر يشرب منها ولا يطبخ منها؟ ما ينفعش في العادة لأنه مالح، لكن ينفع في العبادة. يبقى ده نوع تاني، تقسيم آخر، يبقى يصلح للعادة للعبادة ولا يصلح للعادة، زي ماء البحر المالح. وفي نوع لا يصلح لا للعادة ولا للعبادة، الماء المتنجس اللي اختلط به نجاسة وكان كثيرا فغيرت صفة من صفاته، أو كان قليلا أقل من قلتين ولم تغير على مذهبنا، يصير ماء متنجس. وفي ماء يصلح للعادة دون العبادة بقى، اللي هو القسم الرابع في التقسيم ده برضه، يصلح للعادة دون العبادة، يعني ينفع تطبخ بيه، ينفع تشرب منه، ينفع تعمل بيه أي حاجة، لكن ما ينفعش تتعبد بيه، يعني تتوضى منه أو تغسل، وهو الماء الذي خالطه طاهر غير صفة من صفاته، زي ماء مية اختلطت بماء ورد، مية من نعناع، يعني نعناع تغير طعمه، واخد بالك ازاي؟ ماء اختلط باللحم فسميناه مرقة، واخد بالك ازاي؟ ما ينفعش تتوضى منها لكن ينفع تطبخ منه، ينفع تشرب، كل ده جائز. ماء اختلط بالتمر يسمونه بيز، ده ينفع تستعمله تشربه تاكله، لكن ما ينفعش تستعمله في العبادة، يبقى تستعمله في العادة دون. ده تقسيم اخر، يعني المياه ممكن تقسمها بتقسيمات كثيرة، من حيث العادة والعبادة تتقسم لأربع تقسيمات، ومن حيث طهوريتها من عدمها أو طاهريتها من عدمها ينقسم إلى تقسيمات المصنف اللي احنا ماشيين عليه. فالقسم الرابع اللي هو الماء المتنجس، وسمى النجس من باب الاستعارة التصريحية، هنفهم يعني إيه الاستعارة التصريحية. على فكرة احضروا درس البلاغة اللي هي في مسجد الأشراف يوم الجمعة عشان تعرف إيه هو المجاز وإيه هي الاستعارة وانواع الاستعاره التصريحيه والمكنيه وازاي تقرا والتشبيه وانواعه، شغلانه كده. الحاجات دي هتفهمها لان القران مليان تشبيه ومليان استعاره ومليان مجاز، وكلام النبي فيه الحاجات دي كلها، وربك بيقول وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ولعلهم يتذكرون. فلازم تعرف المثل ده، ما هو ده نوع من التشبيه، تعرف ايه انواع التشبيه تقوم تفهم كلام الله. تبقى بتحضر هذه الدروس وان كانت هي شكلها تخصصيه في ظاهرها، لكن في حقيقتها عبادة، لأن هي الأداة التي تفهم بها القرآن وتفهم بها السنة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي وكلمنا بالعربية، وربك سبحانه وتعالى في القرآن في أكثر من موضع يقول قرآنا عربي، بين أنه عربي. ولذا الوضع علوم اللغة العربية دي كلها الصحابة وضعوها بعد ظهور الإسلام. ليه؟ عشان يحفظوا فهم معاني القرآن والسنة. اللي يجي بقى يقول لك عايزين نجدد في اللغة ونضع لها معاني جديدة غير اللي كان فاهمها الصحابة، دول عالم مخرفين. في فرقة كبيرة في كلية آداب وبعضهم في كلية دار علوم عايزين يغيروا حتى المعنى اللي بإزاء اللفظ، ويقول لك لا عايزين نوضع عليه معنى جديد، استعمال جديد، عشان بعد 200 300 سنة من معاني الجديدة دي نلاقي نفسنا فاهمين القرآن غلط، لأن يعني بقينا فاهمينها بمعاني جديدة غير المعاني اللي وضعت من أجلها ونزل القرآن من أجلها. وأنت عارف القرآن نزل بلغة قريش، فلازم نفضل محافظين على المعاني التي وضعت بإزاء الألفاظ علشان يفضل القرآن محفوظ وديننا يفضل محفوظ. فدي أمور هامة، مش أمور كده احنا بنقولها كده تتقال في المعاهد الدروس، لا. أصبح الآن كل مسلم في رباط مطلوب إنه يحافظ على دينه، لأن دلوقتي الناس بتتهجم عليك جوه بيتك في التلفزيون، جوه بيتك يخشوا يدخلوا لك الشبهة في مخك وأنت قاعد كده في أمان الله كويس مؤمن حلو، تفتح التلفزيون يطلع لك شيطان رجيم في صورة مفكر إسلامي، واخد بالك، يقول لك كلام غريب ما أنزل الله به من سلطان، يلعب بمخك. فأنت لازم تبقى مسلح نفسك. وبعدين دلوقتي الأطفال ولادنا، إحنا يمكن الجيل بتاعنا ما بيقعدش على الإنترنت، الجيل بتاع أولادنا بيقعد وبيعملوا حاجة اسمها شاتنج، يقعدوا كده حوارات في الإنترنت مع بعضهم، شوف ياخد خيرات بلادنا ويكفر المسلمين وبعدين يقتلهم بعد ما يكفر. دي هدف الامريكان كده بالتفصيل، دي حقيقه. مش عايز ياخد خير بلادنا ويسيبنا مسلمين كمان، خد بالك. لا، ده هو عايز ياخد الخير بتاعنا وبعدين يكفر المسلمين وبعدين يقتل المسلمين بعد ما يكفر، هو ده هدفه. وهم قايلينه كده من سنين طويله، من ايام اللورد كرومر لما وقفوا، ليه مؤلفات، بس احنا للاسف بننسى التاريخ، فربنا ينجينا. فما تنسوش درس البلاغة والبيان في مسجد الأشراف يوم الجمعة بعد صلاة المغرب من كل أسبوع، وجمعة بلاغة وجمعة إعراب قرآن. البلاغة حاجة وإعراب القرآن حاجة، ده حاجة تديك فهم ودي تديك فهم تاني. الإعراب بيديك موقع الجملة، موقع الكلمة في الجملة، موقع الكلمة في الجملة دي فاعل مفعول مضاف إليه صفة حال تمييز، ثم تفهم موقع كل كلمة في الجملة إيه وحركة كل كلمة في الجملة، دي مرفوعة دي منصوبة دي مجرورة، لأن النصب والرفع والجر يغير المعنى. وبعدين البلاغة تبين لك التركيب بقى، الكلمات اللي جنب بعضها دي، الأساليب دي تدي لك معنى إيه، يقول لك ده أسلوب حصر، ده أسلوب استفهام يراد به التوبيخ، ده أسلوب استفهام يراد به التعجب، كل ده مجاز وده مجاز مرسل، وده مثلا استعارة وده تشبيه، وده يؤخذ على الحقيقة وده مشترك. شغلانات لازم تفهمها، وإلا بقى علشان تبقى راجل مسلح ومحافظ على دينك. فهمت ازاي؟ زي انت ما بتسلح بيتك كده وتقول علشان لو جت هزة أرضية البيت ما يتهدش عليه، لازم تسلح عقيدتك وهي أهم من بيتك. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش ومات ولم يضع حجر على حجر إلا لمسجده الشريف، وإحنا قاعدين نبني ونعمل علشان عيالنا، واخد بالك، واهم من اننا نبني لهم حيطان نبني عقيدتهم، اهم من الحيطان اللي هنشيلها، ده اهم جدا. فربنا ينجينا جميعا. القسم الرابع، تقدم ان الشارح صرح بلفظ القسم هنا لانه قسمان، فاشار الى ان مجموع القسمين قسم واحد، لان القسم الرابع ده نوعين برضه، يعني قسمان. قوله ماء نجس، والقسم الرابع ماء نجس اي متنجس. الشارح بقى يقول لك ايه؟ المصنف الماء النجس سمى نجس، الشارح يقول لك يعني متنجس، لان في فرق بين نجس ومتنجس. البول نجس لانه عينه نجسه كله على بعضه كده نجس، لكن لو اختلط البول بالماء صار الماء متنجس. فهمت ازاي؟ لانه كان اصله طاهر فتنجس. فهو الشارح بيقول لك ان المصنف استعمل كلمه نجس واراد متنجس، لأن الماء عمره ما يبقى نجس، الماء يتنجس، خدت بالك ازاي؟ لكن هو أصلاً مش نجس. دقة يعني تاخد بالك، لكن المصنف ليه رأي إنه الماء المتنجس صار حكمه كالنجس.
واخد بالك ازاي؟ فحذف أداة التشبيه اللي هي الكاف كده، ماء متنجس كالنجس في الحكم، شال أداة التشبيه اللي هي الكاف، وشال المشبه اللي هو المتنجس، واخد بالك ازاي؟ صفة المشبه المتنجس، وجعل المشبه به صفة ليه مباشرة، فشال ده كله الكاف والمتنجس وقال لك ماء نجس على سبيل الاستعارة التصريحية. هي الاستعارة التصريحية دي تعرف ان يحذف أداة التشبيه ويحذف صفة المشبه والمشبه ويأتي بالمشبه به مباشرة. زي ايه؟ في القرآن جت كده برضه، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هم بيأكلوا نار، لو هم بيأكلوا مال حرام يؤدي إلى النار، فصار كالنار، فحذف المال الحرام وحذف ده كله خلاها ماء نارا، يأكلوا نار على طول. استعارة تصريحية استعملها القرآن، فيبقى لازم تتعلم، واخد بالك ازاي؟ الفهم ده لأنه يعينك على فهم القرآن أيضا. فعشان كده المصنف استعمل الاستعارة التصريحية فقال ماء نجس بدل ما يقول متنجس، لكن الشارح عايز يبين لك الفرق. ماء نجس ليس المراد نجس العين كالبول مثلا، ده نجس العين، بل المراد الذي عرضت له النجاسة، يعني وردت عليه النجاسة، لأن احنا قلنا لو الماء ورد على النجاسة يطهرها، لكن لو النجاسة جت على المية تنجس. يعني انا قدامي شويه بول جبت جرد الميه زقتهم بيه، يبقى الماء جه على النجاسه يطهرها، لكن لو العكس الميه محطوطه في امان الله في الاناء وراح البول جه عليها ينجس. وعلشان كده يقول لك ماء عرضت له النجاسه، يعني هي اللي جت عليه. فهمت ازاي؟ كما اشار اليه الشارح. ايوه نعم، غسالة النجاسة اتكلمنا عليها يا راجل قبل كده، يا راجل ده احنا قعدنا فيها نص ساعة. راجع ذاكروا يا جماعة، القعدة اللي هنا دي لازم تنتهي، انك انت بعد ما تقعدها تروح البيت تقعد تقرا الدرس لوحدك تاني وتفصصه وتحط خط، تقعد تذاكر، اتعود ان امورك في الدين دي تاخدها مذاكرة مهمة. انت ذاكرت عشان تاخد الشهادة اللي انت مش عارف تتوظف بيها، طب ما تذاكر بقى الحاجة اللي هتدخلك الجنة يا اخي اولى. فلازم تهتم، ان هذا الدين متين فاوغل به برفق، خده باهتمام وخده لان ده دي احكام الله عز وجل، ده انت مطلوب تنقلها للاجيال. وانا امبارح في خطبه الجمعه ربنا الهمني فكره كده وانا قاعد بخطب الجمعه، لان الناس يقول لك هو ليه ما فيش جهاد؟ واحنا ليه ما بنجاهدش وما بنحاربش؟ وليه ربنا سايب الاعدائنا قاعدين بيهزمونا كده وربنا اغير على دينه مننا احنا؟ طب امال ليه سيبنا قاعدين يعملوا فينا اللي بيعملوه ده؟ ده بيعملوا فينا عمل، ده احنا اتمرمطنا مرمطه المسلمين يعني، واخد بالك؟ مش احنا في المقطم، لا احنا كلنا كمسلمين كده، واخد بالك؟ ليه ربك سبحانه وتعالى مأخر الداعي للجهاد؟ لان احنا ده في وجهه نظري اللي فاهمها لي ربنا كده امبارح، يعني ان احنا مش اهل لنصره ربنا، لان احنا الوقت لو انتصرنا، انا ربنا اداني لمحه كده، جيش مسلم اليومين دول دخل في بلد واجتاحها وانتصر، عمل ايه في العراق لما دخلوا الكويت؟ عملوا ايه؟ سرقوا البيوت وانتهكوا اعراض النساء، ودول مسلمين ودول مسلمين، فما بالك بقى لو دخلنا بلاد الكفار فاتحين هيعملوا ايه؟ هيعملوا اكتر. يبقى ده يمثل الاسلام؟ فقام ربك سبحانه وتعالى اجل داعي الجهاد عشان يبقى في جيش رهبان بالليل فرسان بالنهار، يبقوا زي الصحابه كده يخشوا البلاد يفتحوها يعلموا الناس الاسلام، يعلموا الناس القيم، يعلموا الناس الطهاره، مش يعلموا الناس الشغل العصابات. فربك سبحانه وتعالى عشان كده نقول يا رب فين داعي الجهاد؟ احنا عايزين نجاهد. طب ما هو طيب يلا روح جاهد، اتفرج على اللي جاهد وراح فتحوا الكويت، مش كان جيش مسلم سني؟ واخد بالك؟ كان معظمهم سنيه على فكره. وفتحوا الكويت عملوا ايه؟ اتفرج عملوا ايه؟ اغتصبوا النساء المسلمات، فما بالك لو دخلوا بلاد الكفار هيعملوا اشد. يبقى دول بقى ينفع جهاد اليومين دول؟ طب اتفرج انت على الجيش بتاعنا كده دلوقتي اللي هم احنا منهم، يعني ما هم اولادنا واخواتنا، يعرفوا احكام الدين؟
لو دخلوا دول فاتحين وربنا نصرهم كده في امريكا وفتحوها الحمد لله وقالوا حي على الجهاد فتحنا امريكا وبقينا في البيت الابيض وخلاص الحمد لله امريكا بقت دار اسلام مبروك، هيعرفوا ينشروا الاسلام هناك؟ ده ما بيعرفوش يقرا القران، ما بيعرفش يقرا القران، يجي يقرا الفتحه تصححها له، هيروح ينتصر يعمل ايه ده؟ فشوف ربك مأجل ليه بقى؟ رحمه، رحمه بينا علشان احنا مش اهل لنصرته. عارف لو كنا اهل لنصرته، شوف الصحابه كانوا يوصفوهم يقولوا ايه؟ اعدائهم هم اللي وصفوهم كده، رهبان بالليل فرسان بالنهار، اعدائهم وصفوهم كده، طول الليل واقف يصلي وبالنهار فارس، اول ما ربنا ينصره يروح داخل باني المسجد. سيدنا عمرو بن العاص اول ما دخل مصر عمل ايه؟ دخلوا الصحابه على بيوت المصريات ينتهكوا اعراضهم وسايبين ستاتهم بقالهم اربع خمس شهور في الصحراء، يعني برضه مشتاقين للنساء يعني، مش اي كلام وشبان وكل حاجه، لكن متادبين بادب النبي وفاهمين الوضع. فاول ما دخلوا مصر عملوا ايه؟ بنوا مسجد عمرو بن العاص وجمعوا الناس في المسجد حلقات ودعوا الى الاسلام وفهموهم الدين وانتشرت الكتاتيب وتحفيظ القران، وبعدين تزوجوا النساء مش اغتصبوهم، تزوجوا بقى من اهل مصر وعاشوا معاهم وبقوا الناس محترمين، نقلوا لنا الاسلام، جينا احنا بقينا اولادهم. لو تدور تلاقي انت جدك كان صحابي من اللي فتحوا مصر، واخد بالك؟ زي ما هم كده، مش من اولاد زنا، كله بالزواج وكله بما يرضي الله. ليه؟ لانه كانوا علماء. وانتشر الاسلام برضه بالطريقه دي في اندونيسيا، وانتشر الاسلام بالطريقه دي في افريقيا، وانتشر الاسلام في كل حته بالطريقه دي، بحسن المعامله، لا باغتصاب النساء ولا بالسرقه ولا بالنهب ولا بسفك الدماء، ابدا ما انتشرش بالطريقه دي. الجيوش بتاعت اليومين دول حتى في بلاد المسلمين لو انتصرت مش هتعمل زي الصحابه. عرفت ليه بقى ربك سبحانه وتعالى مأخر داعي الجهاد؟ انا اول مره والله الاحظ الملحظ ده وانا بخطب الجمعه امبارح، قاعد كده زعلان زي ما كل الناس زعلانين، واحد بكرسي بعجل يضربوه بصاروخ، كرسي بعجل مشلول، امال نعمل احنا؟ يعملوا ايه بقى في الـ في الـ في الـ في, الـ في الشباب اللي هم مفتولي العضلات؟ يعملوهم ازاي؟ ده اللي عايزين ينسفوهم ناس. اذا كان راجل بكرسي بعجل مشلول شلل رباعي من سن 16 سنه يعملوه يموتوه الموته دي وربك يرضى بهذا سبحانه وتعالى؟ اتضح ان احنا لو فهمنا بالطريقه دي نقول يا رب اجل لنا الجهاد شويه، بس ادينا فرصه نقعد نذاكر عشان بس لما نفتح البلدان وننتصر، لان ربنا حقا عليه نصر المؤمنين لابد هينصرنا ان شاء الله، يبقى ساعتها نعرف نقول كلمتين للناس نعلمهم الدين، نوصل لهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحكايه مش قاعده كده يا جماعه تقعدها في الجامع تقضي ساعه حلوه، واخد بالك ازاي؟ وبعدين تروح البيت تنام وتقول يا سلام ده الشيخ النهارده قال لنا كلام حاجه يعني تشرح القلب، وبعدين تقعد تتفرج على التلفزيون بالليل وتنام، ما ينفعش. الحكايه لازم تبقى فيها جديه شويه. لازم تحول حياتك الى اسلوب جدي شويه، لان ضيعت من عمرك كتير وقدامك حاجات كتيره قوي لازم تلحق تحصلها، قبل ما يظهر لك القائد اللي يقول ايه؟ حي على الجهاد، تقوم تجري معاه وانت متعلم حاجه. فهمت ازاي؟ مهمه دي. يبقى تذاكر، تذاكر. خلاص، مش انت بس واحنا كلنا. ماء النجس ليس المراد نجس العين، بل المراد الذي عرضت له النجاسة، كما أشار إليه الشارح بقوله أي متنجس، فشبه المصنف المتنجس بالنجس بجامع حرمة استعماله كل في طهر أو شرب أدم. يبقى التشبيه لازم يبقى فيه وجه شبه، النجس يحرم استعماله والمتنجس يحرم استعماله، فالاثنين زي بعض في الحتة دي، فراح حط دي مكان دي لانهم شبه بعض في حاجه واحده، هي حرمه استعمالي. فهمت ازاي؟ فراح مسميه نجس. في يحرم بجامع حرمه استعمالي كل، يعني النجس والمتنجس، في طهر اللي هي وضوء او غسل او ازاله نجاسه، او شرب ادمي، او شرب انسان محترم، يعني ادمي يعني محترم، واخد بالك ازاي؟ محترم يعني ايه؟ زي عبد، زي رقيق، زي أمة، زي زوجة، واخد بالك ازاي؟ زي ابن صغير غير مكلف، برضه تشربه حاجة نظيف، مش تشربه حاجة متنجسة تقول مواد مش فاهم حاجة، لأنه محترم، قال لك آدمي. شوف كلمة آدمي دي مهمة، علشان يدخل العبد والحر والأمة والحرة والطفل
وكله مش المكلف بس، خدت بالك؟ ولا العالم بالحكم بس، لا ده كله. او شرب ادمي بخلاف بهيمه، لكن ممكن البهيمه شربها ميه متنجسه ما يجراش حاجه، لان البهيمه ولا البهيمه هتسالني تستاذني، هي بتعطش بتحط بقها في الجردل تشتغل وخلاص، ملهاش ده، ربنا مش مكلف. بخلاف بهيمه او اطفاء نار، لو ولعه قامت ممكن اطفيها بماء متنجس ما يضرش، او سقي اشجار او زرع، كل ده يجوز استعمال الماء المتنجس فيه. واستعار اسم المشبه به للمشبه، استعار اسم المشبه به اللي هو النجس للمشبه اللي هو الماء المتنجس على طريق الاستعارة التصريحية بعد حذف أداة التشبيه، هي دي الاستعارة التصريحية بقى، خدت بالك؟ حاجة جميلة كده، اللغة العربية جميلة لو تفهمها كده، بس هما للأسف عرضوها علينا في المدارس غلط بطريقة تكرهنا فيها، لدرجة بعد كده بقينا ندخل عيالنا المدارس اللغات، وبقى العيال من دول يتكلم انجليزي احسن ما بيتكلم عربي للاسف. قوله وهو قسمان، الماء المتنجس قسمان، اي نوعان. شوف بقى الشارح هنا بيقول ايه، اي نوعان، ده المحشي بقى اللي هو الشيخ ابراهيم البيجول بيقول حقه، كان يقول اي نوعان، وكثيرا ما يجعلون تحت القسم الواحد قسمين، يعني الفقهاء، انما المناطق في علم المنطق يقول لك القسم يدخل تحتيه انواع مش اقسام، يعني اما اقسم القسم اقسمه الى انواع، ما اقسمش القسم الاقسام، فهمت ازاي؟ دول مناطق، علماء المنطق في كتب المنطق تلاقي يقسمها كده، يقول لك الجنس وبعدين الفصل وبعدين القسم وبعدين النوع بالترتيب كده في المنطق، لكن الفقهاء ما تفرقش معاهم، يساعد من القسم ويقسمه الى اقسام ما تفرقش معاه، عشان كده يقول لك ايه، ان الفقهاء ما بيهتموش بمصطلحات المناطق في التقسيم، فهمت ازاي؟ يقول وكثيرا ما يجعلون، واو الجماعه دي يجعلون دي فاعل تعود على الفقهاء، يعني ما يجعل الفقهاء تحت القسم الواحد قسمين، فاندفع قول المحشي، واخد بالك اللي هو كان قايل قبل كده اللي هو البرماوي قبل الشيخ البيجوري كان عامل حاشية، فالشيخ البرماوي قبل الشيخ ابراهيم قال كان حقه بدل ما يقول قسمان كان يقول نوعان بكلام المناطق، فالشيخ ابراهيم بيقول لهم لا معلش اعذرهم يا شيخ البرماوي، ده هم الفقهاء طريقتهم كده، ساعات يقول لك قسمين على النوعين، معلش اعذرهم، فهمت ازاي؟ فاندفع قول المحشي، كان الاولى ان يقول نوعان اذ لا يكون جزء القسم قسما له، فتامل وبعدين يسيب لك الموضوع انت تأمله بقى عشان تعرف. قوله احدهما يبقى الماء المتنجس نوعين، نوع قليل اقل من قلتين اصابته نجاسه، ونوع اكثر من قلتين اصابته نجاسه، والقلتين حوالي 200 لتر. القلتين حوالي 200 لتر، كويس؟ يبقى لو الميه دي اقل من 200 لتر لقيتها نجاسه نسميها ماء قليل. كويس؟ لو الميه دي 200 لتر فما زاد لاقتها نجاسه نسميه ماء كثير. ادي القسمين اهو، ماء قليل لاقته نجاسه يعني قلتين يعني 200 لتر فاقل يعني اقل من 200 لتر، وماء كثير لاقته نجاسه يعني 200 لتر فما زاد. نبص في الماء القليل لو لاقته نجاسه سواء تغير او لم يتغير ضر بقى متنجس لو قليل، لانه قلته تمنعه من قدرتي على تحمل النجاسة، كويس؟ يبقى المية القليلة دي تصير متنجسة مطلقا سواء تغيرت أو لم تتغير إذا لاقت النجاسة. الماء الكثير نقيده بالتغيير، الماء الكثير إذا لاقته النجاسة ما تنجسوش إلا لو غيرته، لأنه كتير بقى، فهمت إزاي؟ واحد بالة في البحر هنقول بقى متنجس؟ ده بحر يا عم ما يجراش حاجة لأنه كتير يتحمل. صحيح البول في الماء يعني مكروه، وإذا كان قليل الماء يبقى حرام البول فيه لأنه بيضيع ماليته، لكن الماء لو كان كثير أكثر من قلتين يتحمل، والعبرة بتغيره لا بملاقاته النجاسة مطلقا، بل القيد بالتغير إذا كان كثير. إذا كان قليل ماليش دعوة بالتغير، طالما نجاسة قابلته يبقى أثرت، خدت بالك؟ يعني أنا حاطط مالي مية في البانيو بتاعي الصغير، البانيو بتاعي ده 100 لتر،
قابل واد الصغير ابني قاعد دخل يجري 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 وبعدين عايز يتبول، راح واقف على الكرسي وراح متبول في البني. عيل صغير مش فاهم، اهو بوظ لي الميه. خدت بالك ازاي؟ ما بصش بقى الميه دي اتغيرت ولا لا، بقت لونها مصفر ولا مش مصفر، بقى طعمها بول ولا مش بول، بقت ريحتها بول، ماليش دعوه. على طول اروح ايه فاتح البلاعه واخليها تجري. واخد بالك ازاي؟ وبعد كده تبقى تقفل الباب، ما تضربش الواد لان الواد غير مميز. ما تضربش الواد لانه غير مميز. العيل ما يتضربش الا بعد سن 7 سنين، لان لما تضربه قبل 7 سنين بيطلع واد كده جبان خواف، واحنا عايزين نربي رجال قدامهم حروف. يبقى من سن، من اول ما يتولد لحد سن 7 سنين تلعبه، تسجره شويه، تبرق له شويه، لكن ما تقلموش ولا تضربه، بيطلع ضعيف، شخصيته ضعيفه. ومن سن 7 سنين لسن 14 سنه ده سن الضرب للتاديب، لانه بقى شويه بيميز، تقوم توجعه، وضرب مش ضرب يسيب اثر، ضرب يوجع شوية لكن ما يسيبش أصلا. وبعدين بعد 14 سنة لسن 21 تصاحبه سن المراهقة، لأنك لو ضربته في السن ده الواد يفسد ويقعد على القهوة ويمشي مع إيه؟ مع شلة السوق، لأنه في سن مراهقة عايز يبقى راجل بقى، وابتدى شنبه يخط وبتاعه، وبعدين تيجي أنت تضربه قدام صحابه وتهز شخصيته، يزعل منك، يهرب منك، وممكن يبوق فيك ويتجرأ عليك وأنت أبوه، وتبقى مشكلة بقى. يكرهك وتكرهه ويبقى ابنك، وبقت مشاكل، والجيران يخشوا يحجزوا شغلانه. عشان كده شوف الرسول صلى الله عليه وسلم علمك ازاي تربي. عشان كده الرسول ربى اجيال رجال. سيدنا اسامه بن زيد كان قائد على جيش وعنده 16 سنه، وكان من ضمن جنود الجيش ده سيدنا ابو بكر وعمر. شو سن 16 سنه بيربي رجال صلى الله عليه وسلم بالطريقه الحلوه دي. يقول لك ايه؟ لاعبه 7 وادبه 7 وصاحبه 7 ثم اترك الحبل على الغارب. يعني في سن 21 سيبه بقى راجل بقى، ما تتحكمش في كل حاجه، لانك انت ايه؟ لعبته اول 7 سنين فبقى يحبك، وبعدين ضربته 7 سنين عنده رصيد 7 سنين محبه، يستحمل تاديبك عشان بيحبك 7 سنين الاولانيين، يوم يستحمل تاديبك ال7 سنين التانيين. واخد بالك ازاي؟ وبعدين في سن المراهقه عايز تصاحبه علشان يقول لك كل حاجه. يقول لك ده العيال بيعرضوا عليا مش عارف ايه اشمه، ده العيال يقول لك بقى كل حاجه، تقوم انت تعرف ايه؟ تقول له لا ما تعملش كذا، مش تضربه. تضربه ايه؟ كلمه. كلمه صاحبه. عشان كده تلاقيه يسمع كلام صحابه وما يسمعش كلامك في السن ده، صح؟ تقول الواد بيسمع كلام صحابه وما يسمعش كلام ابوه، لان انت ما صاحبتوش. لو صاحبته هيسمع كلامك زي اصحابه. خدت بالك ازاي؟ يعني تنزل لمستواه. وعشان كده سيدنا انس بن مالك بيقول ايه؟ خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. 10 سنين يخدمه، وكان عنده 10 سنين سيدنا انس لما بدا يخدم النبي، كان عنده 10 سنين وخدمه 10 سنين، يعني مات النبي وعند سيدنا انس 20 سنه. قال فلم يقل لي لشيء فعلته قط لما فعلته، يعني ما قعدش يلومه ويوبخه، ولا لشيء لم افعله لما لم تفعله. شفت الجمال؟ شوف جمال تربية النبي. رخص ساب سيدنا أنس حاجة، الصحابة كلها اللي احتكت بالنبي طلعت إيه؟ طلعت مستويات عالية من التربية. لكن إحنا قاعدين نضرب العيال، نضرب العيال، يبقى عيل صغير ما يعرفش حاجة، كخك تضربه، الواد ماسكين إيده. وبره في أوروبا بيعملوا كده، لدرجة إن بقت في كتب الوقت في الجراحة بتنزل، دلوقتي مقالات شهرية بتنزل بيسموها تشايلد أبيوز. يعني ايه؟ يعني تشايلد على الاطفال، ابيوز يعني الاستعمال الخاطئ للاطفال او التاديب الخاطئ للاطفال. يضربوا العيال هناك لما يكسروا لهم رجليهم، يعوروهم هناك في البلاد، اللي يقول لك احنا اهل مدنيين ما عندهمش رحمه في اولادهم، لان ساعات يرجع البيت بالليل سكران ويلاقي الواد بيزن يعيط، يضربه زي الحيوان، ما هو حيوان وهو سكران. بص تلاقي الواد يتعور، يجرى له حاجه، يروح المستشفى. فلاحظوا انه بقت تيجي لهم حوادث في مستشفياتهم هناك كلها بسبب التاديب الخاطئ للاطفال، وجراحات كان عربيه صدت الواد، ابوه اتصدت فيه وامه اتصدت فيه، كان ابوه غلط، ما عندهمش رحمه. لكن احنا في الدين عندنا، شوف جمال، ما فيش اجمل من كده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان
يعني اقصى حاجه قالها لسيدنا انس ايه مره، بيحكي سيدنا انس بعته مره مشوار يروح يجيب حاجه، قام سيدنا انس خرج لقى العيال بتلعب، قعد يلعب معاهم عادي، ما العيال كلها بتعمل كده. قام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ساعه اتنين كده خارج علشان يروح الصلاه ولا يروح يعمل اي مشوار، فلقى سيدنا انس بيلعب لسه ما راحش، كان المفروض راح وجه، فكل اللي عمله مسكه من ودنه كده، قال له الم اقل لك اذهب الى فلان، وراح سايب وابتسم ومشي وخلاص. الحكايه حلوه كده. قام سيدنا انس لوحده بقى اتأدب، خلاص الحكايه بسيطه، شوف انت تعمل ايه في ابنك لو انت بعته يجيب لك سجاير وما جابلكش، يعني شوف بس الاسلوب اللي انت بتربي بيه اولادك واللي سيدنا محمد كان بيربي بيه امته، علشان نطلع اجيال بقى لما تيجي تحارب تبقى اجيال مش مهزوزه، اجيال رجاله يتحملوا المواقف ويتحملوا القرار ويتحملوا ازاي يتصرفوا في الامور المختلفه. كل ده مهم، مش حاجه كده تاخدها كده وتمشي. موبول الرضيع الذكر الذي لم يطعم الا اللبن نجس برضه طب، لكن هو اسلوب تطهيره هو اللي مخصص، ده هي نجاسه لها اسلوب تطهير خاص لكنها نجس، فهمت ازاي؟ لحسن الصحفيات بقى يتلموا ويقعدوا يبقوا لابسين مايكروجيب وحاطين رجل على رجل كده قدام المذيعه وقاعدين يناقشوا احكام الله، يجيبوهم في التلفزيون كده والله حاجات غريبه الشكل، ولا يعرفوا حاجه عن اي حاجه. زي الشيخ ابو زهره زمان اتلمت عليه شويه صحفيات كده ودخلوا له مكتبه، كان الشيخ ابو زهره عنده ذكاء مصري بقى، المصريين كده عندهم سرعه بديهه وكده ويعرفوا ولاد نكته يعني، بالذات لما يبقوا علماء كمان بيبقى يعني حاجه جميله قوي. فالشيخ ابو زهره دخلوا عليه شويه صحفيات يعني بيقولوا له انتوا بقى مش بتقولوا في الدين الاسلامي ان النساء ناقصات عقل ودين؟ طب ادي احنا اهو منا اللي معاها دكتوراه ومنا مش عارف مين، وفي رجاله ما بيعرفوش حتى معاهم ابتدائيه. قال لهم مين قال لك ان احنا بنقول ناقصات عقل ودين ليكوا؟ ده انتوا لا عقل ولا دين. ده بتوع زمان هم اللي ناقصات عقل ودين، انما انتوا لا عقل ولا دين. كان عنده كده ذكاء جامد فطري كده دمه خفيف. فكبسهم يعني وسكتهم. ها؟ ايوه. زي برضه لما راحوا له مره قالوا له احنا وفد جمعيه نساء مصر جايين علشان الازهر يصدر فتوى بتقييد تعدد الزوجات، ان الراجل ما اتجوزش على مراته اكتر من، قال لهم انتوا بقى كل ستات مصر يعني بعتوكم؟ قالوا اه احنا نمثلهم. قال لهم خلاص اذا كنتم انتوا تمثلوهم قولوا لهم اللي يجي لكم متجوز بيخطبكم قولوا له مش هنتجوز، مش عايزين قانون ولا فتوى ولا حاجه. قالوا لا في بيقبلوا، قال لهم خلاص اللي بيقبل خلاص، اللي بيقبل ما يجراش حاجه، احنا من؟ حللهم المشكله في قعده كده بسيطه، واخد بالك ازاي؟ هو فعلا هو لو واحد متجوز ورايح يتجوز واحده وقبلت، طب ما هي قبلت خلاص، ما قبلتش خلاص مش هيتجوز، صح؟ لو واحد متجوز وعايز يتجوز على مراته ومر على جميع ستات مصر كلهم يقولوا له لا، هيعرف يعدل؟ خلاص يبقى مش عايزين قانون. مش كلامه صح؟ كلامه حلو. طيب لا يجوز كده وكده لانه مباح، لانه ليس له حكم، لانه تحمل النجاسه. بيقول عنده ماء كثير فوق القلتين لقته نجاسه ولم تغيره، وعنده ميه ثانيه غيرها، يستعمل دي يعني ولا ما يستعمل؟ لا يستعمله لانه طاهر برضه، طاهر مطهر، براحته يعني، يستعمله ما يستعملوش وخلاص. إذا كانت نفسه تقبل يستعمل. سهل. الحاجات دي مهمة عشان الخزانات اللي فوق العمارات. الخزان اللي فوق العمارة ده بيبقى ميت فيه فار. ما هو الفار ده نجاس. واخد بالك إزاي؟ وينزل لك بعد كده في الحنفية تتوضى. فلازم تعرف الحاجات دي اللي إحنا بنقولها دي ليها تطبيق عملي في حياتنا، مش إحنا بنقول كده وبنروح. فيبقى لازم انت لما تبقى عندك عماره تختار خزان فوق ال 200 لتر، علشان لو مات في فار وانت ما تعرفش، ماتت في حدايه عصفوره بتاع غرقت فيه،
يبقى الميه تفضل طاهره برضه ونازله في الحنفيه طاهره. فهمت ازاي؟ انما ما تعمل لي خزان فوق العماره 100 لتر، يبقى مشكله، تلاقي نفسك ماتت عصفوره وانت ما شفتهاش وبقالك شهر بتتوضى، بتتوضى بميه نجسه متنجسه، خدت بالك ازاي؟ فيبقى الحاجات دي مهمه لما تبقى انت في ذهنك، لما تبقى راجل فقيه وبتعمل العماره وانت مهندس ولا حاجه، او حتى بتبنيها عادي لنفسك، يبقى تختار بقى ايه الخزان اللي فوق ال 200 لتر. فهمت ازاي؟ وهو قسمان اي نوعان، احدهما قليل اخذه من قول المصنف وهو دون القلتين، واذا كان الماء جاريا فالعبره بالجاريه نفسه، لانها هاربه مما بعدها طالبه لما؟ هاربه مما قبلها، هاربه مما بعدها، نعم، طالبه لما امامها، فهي منفصله حكما. يعني افرض بيقول لك ايه، واحد اتبول في ميه بتجري، واخد بالك ازاي، او كب نجاسه في ميه بتجري، اللي تنجس الجاريه بس، الجاريه دي، لانها هي وان كانت متصله حسا الا انها منفصله حكما. فهمت ازاي؟ ليه؟ لان تملي مش حتى ده عملوها اغنيه، يقول لك الموجه بتجري ولا الموجه، مش عملوها اغنيه؟ اه خلاص، يبقى ايه؟ يعني هاربه باستمرار، هاربه، خدت النجاسه وجريت. خدت بالك ازاي؟ اذا كانت الموجه دي قلتين فاكتر يبقى تتحملها ولا حتى تتنجس. لو كانت الجاريه دي الموجه دي اقل من قلتين يبقى هي ده بس اللي تنجست، لكن اللي قبلها ما تنجس واللي بعدها ما تنجس. خدت بالك ازاي؟ تفهم الحته دي سهله اهي. يا او يشوف الموجه ماشيه فين ويجي قبله عشان يقابل الميه قبل ما، عشان ما يقرفش بس. وبعدين احنا الحكومه بتاعتنا بتقول لك ادي ظهرك للترعه بقى بالعربي يعني، ودي اوامر حكوميه واوامر نبويه، اوامر نبويه اساسيا اصلا انك انت تدي ظهرك للترعه، والحكومه دلوقتي متبنيه هذا علشان صحه المواطنين، علشان البلهارسيا والحاجات دي، ربنا ينجيه. فالجارية نفسها، فالعبرة بالجارية نفسها، لأنها هاربة مما بعدها طالبة لما أمامها، فهي منفصلة حكما وإن اتصلت حس. فهمت يعني إيه بقى الحتة دي؟ طيب، فإذا كانت النجاسة واقفة، طيب افرض النجاسة واقفة، يعني النجاسة حمار لا مؤاخذة يعني، معلش ساعات الشرح يحكم، طب بلاش حمار عشان الناس ما تزعلش، خليها بطة ميتة، بطه ميته على الشط اللي هي، والميه قاعده تعدي عليها كده، بقت جيفه، تجيفت البطه دي وبقت الميه تعدي عليها كده تمسحها وتمشي، طول ما الميه قاعده تمسح فيها وتمشي. خدت بالك ازاي؟ يبقى هنا النجاسه واقفه والميه هي اللي بتعدي، واخد بالك؟ دي صوره ثانيه، واخد بالك؟ فاذا كانت النجاسه واقفه تنجست كل جاريه مرت بيها، كل جاريه مرت بيها قاعده بتتمسح، اذا كانت اقل من قلتين، وإذا كانت أكثر من قلتين ما جراش حاجة. تنجست كل جارية مرت عليها إذا كانت قليلة، ولو طالت القناة المعروف، ولو كانت أناية بين الغيطان، أنت عارف بين الغيطان يعملوا أناية كده، وممكن تلاقي وزة ماتت، ما كانوا بيربوا وزة زمان في الأرياف، لحد دلوقتي بيربوا ساعات، ساعات، لكن بيجيبوا ساعات الفراخ المثلجة والله في الأرياف، بيجيبوا، معلش. حتى في الفيوم بلاد الفراخ بيجيبوا الفراخ المجمده. الخير قل. المهم فوزه ماتت في القناية، والقناية انت عارف مطوله كده. خدت بالك؟ مطوله. فطبعا الجاريه اللي بتيجي فيها دي جاريه ضيقه قوي، ما فيش يعني حاجه بتاع كوزين ثلاثه كده، يعني مش قلتين خالص. وقاعده الميه تجري 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 على الوزه دي، قاعده بتتنجس تتنجس تتنجس لحد ما تجتمع هناك في الحته يسموها الفحل. كان زمان في الغيط كده حاجه اسمها يسموها الفحل. لحد دلوقتي بيسموه فحل برضه. ايام جدي، انا كان جدي وعمده بلدنا الله يرحمه كان عنده ارض، كنا صغيرين كده نروح معاه، كان يسوق يسميها الفحل. اجتمعت في حته الفحل دي، طب نسميها فسقيه عشان احنا في المقطم بقى. يبقى اجتمعت في الفسقيه. واخد بالك ازاي؟
فاجتمعت في الفسقية صارت قلتين كتير بقى 200 لتر 300 لتر 400 لتر، يبقى طهرت. شفت الحلاوة بقى؟ يبقى تروح انت ايه تتوضى في الفسقية او في الفحل يعني، ما تتوضاش في الايه في القناية. تتوضى فين هناك؟ لانه هي في القناية متنجسة، وهي في الفسقية او في الفحل بقت قلتين فاكثر طهرت تتوضى بيها. ولو تفرقت يجي بعد الفحل ده يعملوا كمان فروع عشان تخش على الغده وتخش على الغده وتخش على الغده، تتفرق تاني. عارف انت القصه دي؟ واخد بالك ازاي؟ ما يجراش حاجه تفرق، حتى ولو تفرقت بعد اجتماعها لا يضر. فهمت بقى القصه؟ الحاجات دي مهمه لانها بتفيدك في التطبيق العملي. لا تفضل طاهره لان هي اجتمعت. قبل ما تجتمع ما هي لا ما هو لازم تجتمع الاول تبقى قلتين فاكثر. لحد ما تفضل متنجسه لحد ما تجتمع تبقى قلتين في الفحل في الفسقيه في حوض السباحه في البسين. واخد بالك؟ بكل اللغات. واخد بالك ازاي؟ وبعدين بعد كده واخد بالك نروح مفرقينها تاني عشان تروح لغيطان تانيه. واخد بالك ازاي؟ لان يبقى زي ميدان كده للميه وبعدين تروح مجموع غيطان تانيه يروح مفرقها لك تاني. خدت بالك ازاي؟ يبقى بعد تفرقها تفضل طاهره بقى. خدت بالك ازاي؟ مهمه الحاجات دي. فاذا كانت النجاسه واقفه تنجست كل جاريه مرت عليها اذا كانت قليله. تنجست كل جاريه مرت عليها ولو كانت قليله، ولو طالت القناه المعروفه يعني بقت قنايه مسقه طويله كده. بخلاف ما قبلها، اللي قبلها ما يضرش، اللي قبل البطه ولا الوزه الميته ما يضرش. خدت بالك؟ او فار ميت او ديب او كلب اي حاجه ماتت. بقت ميتة لأن الميتة نجسة. أو العيال عاملين براز على إيه؟ على على شط المية، والمية قاعدة تعدي على البراز ده. واخد بالك إزاي؟ كل لأن ما بيدوش ظهرهم للترع وبيجي لهم بالهرسي. وإحنا ما بنأدبهمش. فكل الحاجات دي ناخد بالنا منها، نأدبهم أحسن. فيقول إيه؟ ولو طالت القناة المعروفة بخلاف ما قبلها قبل حتة النجاسة دي فإنه لا ينجس. نعم إن اجتمعت الجاريات كلها في نحو فسقية. الله أهلك فسقية. في نحو فسقية أو فحل أو بسين أو حوض سباحة. وكانت قلتين فأكثر، اجتمعوا فبقوا 200 لتر فأكثر. ولا تغير بها بالشروط دي كلها، ما تغيرتش، ما فيهاش طعم النجاسة ولا فيها لون النجاسة ولا ريحتها، طهرت. ولو تفرقت بعد ذلك يعني في قنوات تفضل طهر. خدت بالك؟ تخيلت القصة؟ طيب. فإن كانت النجاسة طيب سايرة في المية. زمان كان ايه؟ تلاقي ايه؟ تلاقي يعني مثلا حيوان مات في الميه غرقان، بعد يومين ثلاثه يقب ويفضل عايم معاه. مش كده برضه بتشوفها انت كده في بعض الترع؟ فدي بقى سائره في الميه، النجاسه سائره في الميه معاه. يبقى جاب بيجيب لك كل الصور علشان يربي لك الملكه الفقهيه. هو عايز يربي فيك الملكه الفقهيه اللي بتعرف ازاي الاحكام مع الصور المختلفه. فإن كانت النجاسة سائرة تنجست الجارية التي هي فيها فقط. طول ما هي ماشية كده هي نايمة مع جارية معينة بتزقها. يبقى هي الموكب اللي حواليها بس هو ده اللي نجس. لكن اللي قبليها طاهر واللي بعديها طاهر. خدت بالك؟ زي اللي فات. فإن كانت النجاسة سائرة تنجست الجارية التي هي فيها فقط والتي تمر بعدها على محلها ليها حكم الغسالة. للي كان بيسقى اللي بتمر بعدها بقى ليها حكم الغسالة. يعني ايه؟ يعني طاهرة اذا انفصلت غير متغيرة. واخد بالك؟ غير زائدة في الوزن بعد اعتبار ما تشربه المكان زي ما قلنا زمان. واخد بالك ازاي؟ بالشروطية اللي احنا قلنا. وهو الذي الماء النجس القسم الاول ماء نجس قليل، وهو الذي حلت فيه. حلت فيه يعني وقعت فيه، وهو قيد في مفهوم تفصيل. فان لم تحل فيه لكن لاقته، لاقته زي ما قلنا ايه يعني مجرد عدى عليها كده برضه تاثر، وهو قليل تنجس ايضا. وان لم تحل فيه ما لقتوش خالص، ما حصلش اي لقاء، ده الحيوان الجيفه ده على الشط الميه ما بتلمسوش، لكن من كتر ما الريحه وحشه والهواء شغال
الميه بقت طعمها وحش من كتر الريح، يبقى اسمها تغيرت بالاسترواح. ما تأثرش، ما يضرش، لان ده تغير بالمجاوره، والتغير بالمجاوره لا يضر. فهمت ازاي بقى؟ التغير بالمجاوره لا يضر. فإن لم تحل فيه ولاقته وهو قليل تنجس أيضا وإن لم تحل فيه، لكن تغير بريح النجاسة التي على الشط لم يضر. لو تغير بريح النجاسة اللي على الشط لا يضر، لأنه مجرد استرواح، لأنه ده اسمه إيه؟ تغير بالمجاورة. والتغير بالمجاورة لا يضر أصلا، قايلينه إحنا قبل كده. التغير بالمجاورة لا يضر، العبرة بالاختلاط. فهمت؟ وهو الذي حلت فيه نجاسة، أي منجسة. نجاسة منجسة، الله في نجاسات مش منجسة؟ هو في نجاسات مش منجسة يا عم الشيخ؟ آه، لأن في نجاسات معفو عنها. في المعفوات بقى هيجيبها لك بعد كده. في نجاسات هي نجسة لكن معفو عنها، الشرع ما يعتبرهاش إنها لها تأثير. يبقى لازم تكون نجاسة منجسة، يعني مؤثرة في التنجيس لا يعفو عنها الشارع. خدت بالك ازاي؟ بخلاف غير المنجسة وهي المعفو عنه، كما أشار إليه الشارح بقوله ويستثنى إلى غيره. تغير أم لا؟ يبقى لو الماء القليل ده اللي أقل من قلتين حلت فيه نجاسة، سواء تغير أم لا يبقى تنجس، صح؟ تغير أم لا، أخذها، أخذ هذا التعميم من الإطلاق هنا. الاطلاق يعني ايه؟ يعني مطلقا، سواء تغير او لم يتغير، يبقى ده اسمه اطلق، ما قيدش. انما الثاني الكثير قيد، قال لك بشرط التغير، يبقى قيد. يبقى في القليل ما قيدش، يعني اطلق، لان عكس الاطلاق ايه؟ التقييد. اخذ هذا التعميم من الاطلاق هنا والتقييد في القسم الاتي بقوله فتغير. وهذا التعميم عندنا بس، عندنا يا شافعيه، يعني عند الشافعية التعميم ده. أما عند الإمام مالك يعني المالكية فلا ينجس الماء ولو قليلا إلا بالتغير. الإمام مالك رأيه إن الماء التي لقته نجاسة سواء قليل أو كثير العبرة بالتغير، لو اتغير يبقى تنجس، ما اتغيرش اتوضى وما يهمكش. ده رأي المالكية، رأي سهل لكن فيه تساهل. احنا رأينا فيه زيادة علم. الشافعية بقى واخد بالك من حقنا بقى يعني نفرح، الشافعية عندهم ايه؟ شوية علم زيادة كده. الإمام مالك ما قيدوش، أخذ بحديث بئر بضاعة، واخد بالك، وقال إن بئر بضاعة أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه ماء قليل، وكانت تلقي فيه الحيض الخرق بتاعة الحيض بتاعتها، وكانت الصحابة تروح تتوضى منه في أيام النبي. واخد بالك إزاي؟ فاستدل الإمام مالك بإن يعني العبرة بالتغير. الشافعي قال له لا، ده بئر بضاعة ده كان قليل الماء بالنسبة لغيره، لكن ماؤه كان أكثر من قلتين. ده قليل بالنسبة لغيره، مش قليل بالقيود الفقهية بتاعتنا. فهمت ازاي الإمام الشافعي؟ خد بالك الإمام الشافعي جنبنا هنا، تسمع كلامه عشان ده جنبنا هنا. الإمام مالك هناك في المدينة، أما تروح تزور النبي بقى تبقى تزور. أيوه اتفضل. اه تمشي على مذهب الامام مالك، لكن وكذلك وجه عند الشافعيه اختاروا الغزالي في الاحياء، والغزالي من اصحاب الوجوه الشافعيه، اختاروه ايضا بعض الشافعيه مشيوا. والامام الغزالي قال في الاحياء يا ليت الامام الشافعي اخذ بماء مالك وريحنا. لكن ستنا نفيسه في العلم كانت فرحانه بكلام الامام الشافعي. ستنا نفيسه اللي هنا بتقول ايه؟ لما مات الامام الشافعي بتقول رحم الله الشافعي كان يحسن الوضوء. كان عاجبها فقه الامام الشافعي كله في الوضوء كده، والميه وانواعها والتقسيمه بتاعته دي، كانت يعني داخله مخها ومبسوطه منه من حيث الادله. وكانت ستنا نفيسه عالمه كبيره، حتى يسموها نفيسه العلوم. وكان الامام الشافعي يصلي بيها التراويح في رمضان امام، وهي تصلي خلفه بقراءه ابن كثير المكي. الإمام الشافعي كان في رمضان يختم القرآن ختمة في الصبح وختمة بالليل كل يوم 60 ختمة في رمضان. الإمام الشافعي عابد تمام. الإمام الشافعي وكان ياخد أجازة طول رمضان من التدريس، يقعد لقراءة القرآن بس وللصلاة، وبعد رمضان يشتغل تدريس للنهار بقى.
واخد بالك؟ لكن في رمضان تفرغ خالص للقرآن، وكان يروح يصلي في ستنا نفيسة في المصلى بتاعها اللي هناك عند البساتين جنب مسجد سيدي ابن عطاء الله، كان ليها مصلى هناك كده، كانت يصلي بيها هناك مع بعض الناس اللي كانوا بيبقوا أقارب ليها، واخد بالك ازاي؟ ويصلي بيها إمام صلاة التراويح سيدنا الإمام الشافعي، كان معاصر دي، ومات في حياتها، في حال حياة ستنا نفيسة العلوم. ستنا نفيسة بنت سيدنا حسن الأنور، بنت سيدنا زيد الأبلج، ابن سيدنا الحسن الأكبر اللي هو أخو سيدنا الحسين، ابن ستنا فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم أسيادنا على دماغنا. مجرد ذكرهم كده يعني شفاء، ربنا يعني يجمعنا بهم على خير حال ويرزقنا حبه وحب جدهم صلى الله عليه وسلم. كان زوجها إسحاق المؤتمن، زوجها إسحاق المؤتمن حسيني زوجها، يعني هي حسنية وزوجها حسيني. شوف بقى ما يخلفوا يجيبوا ايه، عسل ابيض. ربنا ينفعنا بيها. طيب يا سيدي، دي كرامة، بتبقى كرامة يا سيدي، كرامة. ما هو انت لو حاولت تعمل زيه ما تعرفش، ولا تعرف تروح شغلك، ولا تعرف تعمل، ما تعرفش، لكن دي كرامة. كان يختم ختمة نهارية وختمة ليلية كل يوم، واخد بالك ازاي؟ وغير ختمة التراويح، دي شغل تاني، يعني في ختمة خارج الصلاة وفي ختمات الصلاة، دي شغل تاني. ها؟ واليوم بتاع 24 ساعة. بركة بركة. الإمام النووي في كتابه التبيان لحملة القرآن قال إن دي كرامات لبعض العباد بتحصل ليهم على سبيل خرق العادة، وبيقول أكثر ما وصل إلينا في هذه الختمات كان رجلا صالحا يختم القرآن 4 مرات بين المغرب والعشاء. اقرأ كتاب التبيان لحملة القرآن الإمام النووي، بيقول لك على سبيل الإيه، الكرامة، بتبقى على سبيل الكرامة، واخد بالك؟ انت ما تعرفش، هي بتجيله من عند الله، انت لعلمك انت لو حاولتها ما تعرف، هي هبه من الله كده، يمد له الوقت، واخد بالك؟ يقوم يعمل في الوقت اللي ما يعملوش غيره في نفس هذا الوقت. زي سيدنا عثمان بن عفان ختم القران كله في ركعه وتر، ونام شويه وصحوه صلي الفجر كمان. سيدنا عثمان بن عفان معروف عنه الحكايه دي، يقول لك بدا ركعه الوتر ارى الفتح، وبعدين دخل في البقره، لقى نفسه بعد شاف صورة الناس، خلص القرآن، راح ركع بقى، ما هو خلص القرآن هيقول ايه تاني؟ ركع وخلص الركعة ونام شوية، صح، قول صلاة الفجر. واخد بالك؟ دي كرامة تحصل كده ايه لبعض الناس، ربنا يديها لها، يعني زي ما يطويلوا المكان يبقى يسموه أهل خطوة، يطويلوا الزمان ويمدهول. هو سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، فكرك لو هو ماشي بسرعة الضوء، سرعه الضوء دي سرعه جامده جدا. اولا مفيش جسم يقدر يمشي بسرعه الضوء، اي جسم كده ولو في كوبايه دي مشيناه بسرعه الضوء تتحلل تبقى موجات، ما تحافظش على كوامها، تتحلل تبقى موجات على طول. عارف سيدنا رسول الله لو ماشي بسرعه الضوء يوصل السماء السابعه في 3500 سنه، ده للسماء السابعه بس بسرعه الضوء، ويجي زيهم يبقى يروح ويجي في 7000 سنه، كان زمانه ما جاش لحد دلوقتي. والله ليه؟ لان الحديث الصحيح بيقول ان المسافه بين السماء والارض 500 عام، وبين كل سماء 500 عام بسرعه الضوء. فلما تيجي تحسب، واخد بالك، تلاقي الحكايه شاسعه قوي. ايه ده؟ يبقى سيدنا رسول الله كان زمانه ما جاش، لكن ده سيدنا رسول الله اخترق كل ده وباكثر من سرعه الضوء بمراحل، سرعه لا نعلمها. ده هو مشي بسرعه الضوء في الارض في الاسراء بس، انما في المعراج لا، في المعراج لا، ده المعراج كان يخطي خطوه يرتقي سلمه يبقى في السماء الاولى، سلمه ثانيه في السماء الثانيه، سلمه ثالثه في السماء الرابعه. ايه ده؟ ده حاجه ثانيه بقى، دي سرعه ما نعرفهاش لحد دلوقتي. معجزه كبيره الاسراء والمعراج، لو قعدت تفكر فيه معجزه كبيره فوق الوصف، واخد بالك؟ لكن في الارض، على الارض كان ماشي بسرعه الضوء، والنبي قال سرعه الضوء دي فعلا، قالها في الحديث الصحيح. الله، هو النبي كان عالم في الطبيعه،
عالم في كل حاجة صلى الله عليه وسلم، علمك ما لم تكن تعلم. قال ايه النبي بدل ما يقول لنا سرعة الضوء يقول ايه؟ يقول على البراق ايه؟ يضع حافره عند منتهى طرفه. ايه سرعة الضوء اهو؟ يعني اخر ما يشوف حافره هناك. انت بتشوف بسرعة الضوء. شفت النبي وصلها لك ازاي بطريقة جميلة ازاي؟ يضع حافره عند منتهى طرفه. دي سرعة البراق. وايه سرعة الضوء؟ يعني مطرح ما يبص يبقى حافره هناك. يبقى دي سرعة الضوء. ده في الإسراء. وصل بيت المقدس بسرعة الضوء. لكن بعد بيت المقدس البراق سابه بقى، لأنه مش هيتحمل السرعة اللي هيتحملها الجسد النبوي. جسد ليس كالجسد المعتاد. واخد بالك ازاي؟ البراق لا يتحملها. لا يتحملها إلا ملك. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس من البشر. وعشان كده كان بالروح والجسد معجزة كبيرة. معجزة كبيرة من أكبر معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. انتوا الظاهر مش عايزين تروحوا النهارده. طيب خلينا هنا. طب عايز اخلص اقف في الحته دي بس، اقف في الحته دي. واما عند الامام مالك فلا ينجس الماء ولو قليلا ولو كان قليل الا بالتغير. واختاره كثير من اصحابنا وفيه فسحه. يعني فسحه يعني تساهل، كان الامام ابراهيم بيقول الشيخ ابراهيم مش عاجباه يعني. وفيه فسحه يعني تساهل شويه. الدين عايز حزم. واخد بالك؟ ده كلام الشيخ ابراهيم شافعي بقى، متشرب الشافعيه مش اي كلام. وهو اي الحال اي ماء دون القلتين. الجمله حاليه كما اشار اليه الشارح بقوله والحال انه اي انه ماء بالمد والرفع، انه ماء على انه خبر ان، وقوله دون القلتين اي يقينا. فلو شك في كونه دون القلتين فلا ينجس. يعني انا الخزان اللي فوق العماره ده انا ما قستوش، يا ترى ده 200 لتر ولا 190 ولا 210؟ فهمت ازاي؟ كده يعني انا مش متاكد. يبقى خلاص طالما شكيت اعتبره قلتين فاكثر. ليه؟ ليه؟ على راي ابن حجر الهيتمي على فكره الكلام ده، مش على راي الامام الرملي اللي هو الشافعي الصغير. ابن حجر الهيتمي رايه ان اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. والماء والماء لاقته نجاسه وانا شاكك هل هو قلتين فاكثر ام لا؟ شاكك. فانا احمله على اليقين انه يتحمل النجاسه طالما لم يتغير، وانه فوق القلتين لان القاعده اليقين لا يزول بالشك. كلامه مقنع؟ طب اما اقول لك راي الشيخ الشهاب الرملي، الشيخ شمس الدين الرملي، يمكن تقتنع بيه برضه مع انه عكس. عشان تعرف الفقهاء ما كانوا بيختلفوا وجهات نظر قويه مش اي حاجه. الشيخ محمد اللي هو شمس الدين الرملي قال ايه؟ قال ان الماء الذي لاقته نجاسه وهو دون القلتين ولم واخد بالك ازاي؟ وهو دون القلتين وهو اكثر من قلتين وهو اكثر من قلتين ولم يتغير، النجاسه فيه التنجس فيه عدم تنجسه رخصه، لانه حسب العقل لاقته النجاسه وتخللته. لكن ربنا رخص لينا تيسيرا علينا، قال لنا لو كتير خلاص اتوضى فيه ما يجراش حاجه طالما لم يتغير فهو رخص. والرخصه على خلاف العزيمه. واخد بالك ازاي؟ والشك لا يكون في الرخص بل يكون في العزاء. فهمت ازاي؟ وبالتالي اذا شكيت يبقى يؤثر، لان الامر في الرخص مش في العزاء. ان ابن حجر يا هيثم، فهمت ازاي؟ ده بيردوا على بعض بقى، احنا مش قدهم، هم قاعدين يكلموا بعض، احنا بقى مش قدهم. سيدنا ابن حجر الهيثمي قال له لا، اليقين لا يزول بالشك قاعده فقهيه، وده شك. قال له الكلام ده في العزائم اللي هي ماشيه مع الدليل، لكن ده ماشي على خلاف الدليل. لان الدليل القاعده ان النجاسه اذا لقت الماء ينجس. استثنينا منها على سبيل التيسير اللي فوق الكلتين ما لم يتغير. استثناء، والاستثناء واخد بالك ازاي؟ ده يعتبر رخص. واخد بالك ازاي؟ واليقين لا يزول بالشك في العزائم لا في الرخص. فهمت ازاي؟ لان الرخص تناط بالعزائم، الاحكام تناط بالعزائم الاصليه، لكن الرخص فيها تساهل لكونها رخصه اصلا، فما تسهلش فيها بعدها تاني. لان الرخصه اصلا تساهل، فما تسهلش تاني، يبقى تساهلين في الرخصه. انما العزيمه عزيمه قويه، ممكن اتسهل فيها مره تبقى رخصه.
لكن ما تسهلش في الرخصة تاني. فهمت ازاي؟ تسهل تاني بقى التسيل. ايه رأيك في كلام الشافعي الصغير؟ جميل برضه، عشان تعرف ليه الفقهاء اختلفوا. اختلفوا عشان كده، عشان انت مش واخد الامور بعمق. هم كانوا بيفكروا بقى. لا، اللي هو شمس الدين ابنه، شمس الدين محمد، انما شهاب الدين احمد ابوه، وفيه فسحه. واخد بالك ازاي؟ وقوله دون القلتين اي يقينا، فلو شك في كونه دون القلتين فلا يتنجس ويستثنى. هيجيب لك بقى المعفوات، نقراها ان شاء الله المره القادمه، لان معانا اخونا فضيله الشيخ صلاح شعبان هيقول لنا بعض التواشيح، واخونا ممدوح يوسف ابو المجد هيقول لنا شعر بمناسبه استشهاد الشيخ احمد ياسين. ربنا يرزقنا الشهاده مثله يا رب، ويمتنا على ما اماته عليه وامات الصحابه الكرام، يرزقنا الشهاده في سبيله، ويعيد الجهاد حميدا مجيدا في صفوف المسلمين، واجعلنا اهلا لذلك يا رب العالمين. يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما. ايوه اتفضل. ها؟ ايوه. لا ايوه، بس بتمر على النجاسه بقى. افرض فيها فار ميت ورائد، قاعد يمر عليها يبقى هتنجس، لانها هتنزل في الحنفيه منك قطره قطره، ولا بتجمعها تاني؟ خلاص جمعها، اعمل فحم. يلا جي. بيقول لك اذا تقيأ رضيع على الملابس فكيف نطهر هذه الملابس؟ بالغسل، تغسلها سهل. واذا كنت اتعلم المذهب الشافعي هل يجوز ان اتبع مذهب اخر في بعض القضايا؟ يجوز، ما يجراش حاجه. ايوه اتفضل. هل يجوز رفع الصوت بقراءه ايات الورد في فتره الحيض؟ نعم يجوز رفع الصوت او عدمه، ما يجراش حاجه، لان الورد دي بيقرأ القرآن بنية الدعاء وبنية التعوذ، فيجوز. هل تنوي الحائض الاعتكاف في المسجد لطلب العلم؟ لا، كفاية انها تحضر في المسجد بس لطلب العلم، الحمد لله يعني كفاية عليها كده. كويس، الطمع يقل ما جنب. لا، الشك يعني 50%، والظن فوق ال 50%، الظن الرادع. يعني انا عندي استوى الطرفين يبقى شكيت، ترجح احد الطرفين يبقى ظنيت، والطرف المرجوح يبقى وهم. واخد بالك ازاي؟ بس طب يرضيكوا الكلام ده؟ يرضيكوا الكلام ده؟ طب انا هقراها ان شاء الله، وبقى ايه، نقول الاجابه في الدرس القادم بسرعه، لان دي عايزين نسمع بس شويه توسيح كده، نغسل قلبنا شويه حاجات حلوه واحنا ماشيين بقى. يلا تعال اتفضل يا سيدي.